تلقح الدول الغنية شخصا كل ثانية ضد فيروس كورونا، لم تتلقى غالبية الدول الفقيرة أي جرعة من اللقاحات. هذا ما حذر منه التحالف العالمي للقاحات والتحصين، مشيرا إلى النقص الحاد الذي تشهده البلدان النامية في الأكسجين والإمدادات الطبية لمواجهة الإصابات بفيروس كورونا. فمن المسؤول عن غياب العدالة في توزيع لقاحات كورونا؟ ومن يفرض الحل؟ معنا الآن من بيروت منسق الحملات الإنسانية الإقليمي في منظمة أوكسفام جورج غالي. أستاذ جورج، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن العدالة في مسألة التلقيح، في مسألة توفر الإمدادات الطبية اللازمة. هل هناك عدالة في هذا الموضوع؟ أليس من حق الدول والشركات التي طورت هذه اللقاحات أن يكون لها أولوية في استخدام هذه اللقاحات مع مواطنيها في البداية؟ بداية شكرا على الاستضافة، وبدنا نرجع يعني على سنة من اليوم، يعني ب 11 آذار 2020 لما بدأت جائحة الكورونا، وكان العنوان الأساسي لمعالجة أزمة الكورونا أنه لا يمكن أحد أن يكون يعني بخير أو بأمان إلا إذا كلنا كنا بأمان. هلأ عم نشوف أنه الدول المتقدمة عم تقدر تخرج من الأزمة، ولكن عم تترك خلفها، إذا فينا نقول، الجائحة أنه تكون عم تستمر في بقية العالم، بالتحديد بالدول الفقيرة والنائية. وبالتالي فمعالجة الأزمة لا يأتي بالمفرق مثل ما بيقولوا، ولكن من الاضطرار أن يكون هناك نظرة عادلة لمعالجة أزمة الكورونا من خلال التلقيح. فهناك حاجة أن يكون العالم كله بخير من أجل أن يكون كلنا بخير مثل ما بيقولوا. يعني هي نظرة عادلة، إذا سمحت لي أستاذ جورج، نظرة عادلة من وجهة نظر أنانية إذا جاز التعبير، من وجهة نظر مصلحية، حتى تحافظ الدول على صحة مواطنيها يجب أن يتطعم كل الناس في العالم، أو على الأقل الغالبية العظمى. مظبوط، بس ما بدنا ننسى أنه هذا اللقاح تم توريده من خلال المال العام بمعظم الأحيان، وبالتالي هناك يجب أن يكون هناك توزيع عادل لهذا اللقاح من أجل أن يكون هناك خطة شاملة، وأن ينهض العالم بأسره من أزمة الكورونا التي نعيشها. فلا هناك الضغط الاجتماعي الذي سوف تعانيه، والضغط الاقتصادي، لا يعني من غير اللازم أو من غير الضروري أن يكون هناك بلاد تعاني من أزمات الاقتصادية التي سوف تشهدها الدول الفقيرة، وهناك أزمات تأتي فوق الأزمات. وهناك عم نشوف بالمفرق الثاني أن هناك دول غنية ممكن أن تكون أن تخرج من هذه الأزمة بطريقة أسهل، إذا فينا نقول. نعم، طبعا أنا يعني أطرح الأسئلة من وجهة نظر الشركات المصنعة، الشركات التي طورت هذه اللقاحات. هذه الشركات استثمرت أموال طائلة في عملية الاختبارات، في عملية التطوير هذه اللقاحات، وبفترة زمنية قياسية. أليس من حقها أن يكون لها مردود ما من وراء هذه الجهود الجبارة التي تمكنت من خلالها وخلال أشهر قليلة فقط من توفير مثل هذه اللقاحات؟ يعني لا يمكننا أن نقول أن من الجاري أو من الممكن أن تشهد بعض الدول وفيات وتصاعد في حالات الكورونا وأزمات داخل المستشفيات وعدم توفر الأكسجين وعدم توفر أسرة كافية، بالوقت الذي هذه الشركات يزيد مدخولها بشكل يومي وبشكل تصاعدي بشكل يعني بخوف مثل ما بقوله. وبالتالي من الواجب أن يكون هناك نظرة أكثر إنسانية وعادلة من أجل توزيع هذا اللقاح بطريقة عادلة. وكما قلت يعني منذ قليل أن هذا اللقاح تم بمعظم الأحيان استثماره من القطاع العام، من ضرائب المواطنين في عدد كبير من هذه الدول. وكان هناك إذا فينا نقول خطة أو توقعات
من أن هذا اللقاح سوف يأتي لإنقاذ ليس فقط بعض الدول أو بعض المواطنين ولكن العالم بأسره. فلا يجب أن يكون يعني للشركات راحة بال أن مدخولهم اليومي من بيع هذا اللقاح يزداد في الوقت الذي الدول الفقيرة تخسر وتدخل في أزمات إضافية وعدم إمكانها من الاستمرار ونهض اقتصادها. طبعا هذه اللقاحات أستاذ جورج كما تعلم جيدا يعني نسبيا ليست مرتفعة الثمن، وبالتالي يعني ربما البعض يقول ربما شخصيتين أو ثلاث شخصيات من المليارديرية في العالم بإمكانهم تمويل هذه اللقاحات لكل دول العالم. المسألة ليست مسألة عدم توفر الأموال. دعني أسألك بالضبط بس بالضبط حضرتك ذكرت نقطة كتير مهمة، هو مش سعر اللقاح الذي هو المشكلة، ولكن الدول الغنية قد اشترت أو قد أخذت معظم الإنتاج من هذا اللقاح ولم يعد متوفر للدول الفقيرة. فإذا ممكن أن نرى على شبكة أو منصة كوفاكس التي من خلالها تستعين الدول الفقيرة للحصول على اللقاح، نرى أن اللقاح فقط متوفر لأقل من 3% من سكان هذه الدول، وهذا الرقم كتير صغير إذا فينا عندما نرى أن بلاد مثل الولايات المتحدة أو مثل بريطانيا بالإمكان أن يلقحوا معظم الراشدين في بلادهم قبل بدء الصيف هذه السنة. شكرا جزيلا لك الأستاذ جورج غالي منسق الحملات الإنسانية الإقليمي في منظمة أوكسفام، كان معنا من بيروت. شكرا جزيلا.